اولا هنيئا لفريق الوداد البيضاوي بهذا اللقب المستحق، وهنيئا للصديق ديالي والاخ ديالي وليد الكراكي على العمل الكبير اللي تيقوم به مع فريق الوداد البيضاوي، عصبه الابطال والبطوله الوطنيه. كنا كنتمناو هذا العرس الرياضي يكون في واحد الحاله احسن من هذه، لان كنا كنتمناو ان يكون فريق الوداد البيضاوي كيلعب على اللقب وحنا شيئا ما مرتاحين في 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 لو كلاسمون ديالنا. ما هذه هي سنه الحياه، الحياه كتعطيك ما تستحق. هاد الاخطاء اللي ارتكبنا في بدايه الموسم وفي وسط الموسم هي خلاتنا اننا الى يومنا هذا الخصم الاول والوحيد اللي كاين ديال الفريق مولي توجد هو مولي توجد نفسه، هو الضغط، لان عندنا ضغط كبير. اذا كنا كنطمحوا ان ولو اننا كنافسنا كان خصنا ان المباراه الاخيره غتبقى فاصله. اذا ف المصير ديال فريق الشباب المحمدي لا مالك الحمد دائما بين يديه، بقينا مباراه اخيره فريق الشباب المحمدي، نتمنى ان شاء الله المباراه الاخيره نحقوا بها 3 نقاط اللي تخلينا ان شاء الله وكاين اشياء كثيره لازم تصلح في المولوديه، لان غيجي وقتها اللي غنقولها ان شاء الله، لان ما يمكنش مباراه ان شاء الله. هذاك الشيء اللي طاري للوداد هو العكس اللي طاري للمولي توجده، رحنا بعض المرات داك الضغط داك التخوف، لان كما شفتوا اولا تحيه للاعبين على المباراه الكبيره اللي قاموا بها، تحيه للاعبين على الوقفه الرجوليه اللي واقفين مع الفريق، وهذه مهمه ديالهم، لان فاش كتشوف العدد ديال المباريات اللي كنقوموا بهم تقريبا كل 72 ساعه كنلعبوا مباراه وضغط وسفر اذا انا فكنهني اللاعبين. وكما قلت لك فانا الضغط هو اللي خلى انا تفاجات المستوى انا شخصيا تفاجات، لان راه الوداد راه الله يحسن العوان فاش دخلوا حتى هما بلا بريسيون عليهم، راه داكشي علاش كانوا ان بو بلوس با، وحنا عرفنا كيفاش نوقفوا، عرفنا كيفاش نخرجوا الكره، سجلنا هدفين كنت نقدروا نسجلوا 3 اهداف، ولكن بارفوا كيولي هذاك اليوتيوب بلوتو هذا الشيء اللي دار وليد الى اوبتي بور دي شونجمون اوفونسيف. حنا انا كنت كان اوائل شونجمون هو يجو وانا جديجو، هو فاش كيدخل ان اتاكون وانا كندخل ان ديفونسور على حسب هذا، و كتبقى الواك سي الواك. دونك هنيئا للبطوله وكنحيي اللاعبين على هذا المقابل الرجولي اللي قاموا به. لا ماشي اللي قال بدني، راهم دي زيتر هيومان، راه بشر، راه الله يحسن العوان، راه ولينا كنقلبوا نديروا قيلوله ديال 10 دقائق، راه مع لي فواياج مع لي ماتش راه سي نورمال. قلت لك انا كنحيي اللاعبين والمجهود اللي قاموا به، لان راه سي نورمال غيكونوا دي كرومب، راه حتى الوداد كان عندهم لي بروبليم. اذا ف هي 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 واش دابا انا سوي ني كونتون ني اورو ني ساتيس، ما عرفتش والله ما عرفت كي غنكون. نورمالمون فاش تعادل مع الوداد خصني نفرح، انا دابا متعادل مع الوداد وكونداني وعندي ماتش باراج، والله ما عارف شنو غندير. انا حالتي ما عارفهاش دابا، واش خصني نكون فرحان ولا نكون قلق ولا نكون مي. هذه سنه الحياه، باقي لنا ان ماتش ان شاء الله ما عرفناش واش غنلعبوه في فان سومان ولا هذا، وغنلو جيغي ان شاء الله. وانا كما قلت لكم انا جيت اول مره بوغ ان اوبجيكتيف لو مانتيان، وان شاء الله بحول الله بجهد الله كاع المكونات ديال الفريق ان شاء الله غنصوفو ان شاء الله مولاي توجد. كما قلت لك اللاعبين راه مالوغوزمون مسؤول الحظ، اننا راه خصك تشوف لو كالوندغي اللي كان عندنا كي داير، راه كان كاين بعض الاخوان اللي تقلقوا هنايا فاش تعادلنا مع واتزم. واتزم راه لا ميور ايكيب دابا، شي واتزم كنت مع 10 البوض غادي تدخل تنافس مع الوداد. الاولى راه حنا في لو كالوندغي لعبنا مع بركان البرومي ماتش نهار جيت، وبركان يلاه جايه من لو تيتر، لعبنا مع برشيد كونكيرون ديريكت، لعبنا مع واتزم تا هو كونكيرون ديريكت، جينا الجديده اللي دايره هنا في سيري دو ريزولتا نيجاتيف، الفتح راك شفتو لو ستيل دو جو اللعبه اللي عندها وهذا، وحنا دابا مع الوداد. كنظن بان انا كنتمنى ان شاء الله لا السيد الرئيس ولا الناس المسؤولين على المدينه ولا السلطات، هذه المباراه مهمه، ما ما ما
الناس مش عليها راه الماتش تري تري دي او ديسيزيف دابا صافي هذا ماتش ديسيزيف دونك نتمنى ان يجيو ونشوفوا هاد اللاعبين هادو لان انا مازال ما دخلتش للفيستير دابا الناس فرحان ان الوداد داو تيتر حنا هذا انا قلت لك مازال ما عرفتش راسي شنو واش نكون فرحان ولا نكون ما والله ما عارف دابا شنو نتوما قول لي شنو كيفاش نكون حالتي غنقول واحد الكلام وغنتحمل مسؤوليته انا جيت للمولوديه التاريخ ديالها اولا والمدينه ديالها والجمهور ديالها والناس ديالها انا انا كنقول هذا رساله للمسؤولين عرف ان شاء الله ان شاء الله باذن الله حنا الحمد لله عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى في اللاعبين ان شاء الله غنقضوا الفريق ولكن راه ما يمكنلياش انا نزيد دقيقه مع موليت وجده في هاد لي كونديسيون امبوسيبل ما يمكنش دونك خاص الناس تراجع راه هذا كلوب ام سي او تاريخ سوا يلفو اسومي ولا ما يمكنش لان ما عندي ما ندير جو دوال دير ديبي كو سوي لا جي اون تران دو جيري لي بروبليم انا ماشي با جو في المونتاج في التكنيك التاكتيك دابا كنت لك ما قلت لك ما قدرت مازال ما قادش ندخل ندير الفيستير pour le remonter le moral pour préparer le match décisif match de l'année donc كلشي يتحمل مسؤوليته انا كنقول لك راه باقي اسمح لي وقال باقي لي مع وجد مولودي وجد في هاد لي كونديسيون اللي كاينين 3 ولا 4 جو راه التاريخ ديال الولودي وجد اللي جابني هنا ما جابني لا فلوس لا شي حاجه جلودي جلود دونك سوا هاد النادي لان كاين في هاد النادي يقدر خصو هذا نادي كبير ماشي خصو يكون نادي كبير ولا يلفو ركولي ديغيغ وخليو سي با اكسترا سبورتيف ما قال ما كاين دي شوز اللي داروا اغلاط خص كلشي يتحمل مسؤوليته فيها لان الا جينا نديرو ان بيلون من ديبي د سيزون لدابا راه سي غراف اصاحبي هذاك الشيء اللي دار لي ريكروتمون اللي داروا ولا لا بريباراسيون كوم هي تي في عرفتي انا كنقول لك راه شابو اللعابه ان باقي عندي 11 كومو كون راه سي با دي تو فاسيل والله انا قلت لك هذا نداء نداء الناس ديال وجده الناس ديال وجده عباد الله نوضوا راه فرقت راه يجي واحد النهار غنندموا رجعوني دو باساج انا قلت لك راه غنموت مع هذا الفرق باش نصوبها جو في المي لي بي باش ان شاء الله جو في تو فيغ ما كنهضروا على مي تبقى فيك الحال كون تو فوا ان كلوب هيستوريك في هذا وفات سير الكراكرا يستنى عيط لي يلا بسرعه باش يلا مرحبا شكرا برافو مرحبا شكرا شوف 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 عيط الوالد عيط الوالد اجي وليد راه خويا انا شوف راه كاين الناس اللي كيعرفوني وقيلا والله راه كيما قلت لك راه ملي كون جو دي لي ريسبونسابل راه كنهضر حتى على لي ميديا ها هو اول تفضوا نهار بركان مبروك عليك اخويا تستاهل هو الانترينور والله العظيم انا غنهضر واحد الكلمه في بليز هو جبدنا لي ميكرو وليد الكراكي دونك ما غاديش تولي ندوى صحفيه إذا كانت مدوى صحفية كل شيء خصو ياخذ الحق ديالو معليش واحد دقيقة واحد كلمة ممكن تفضل أنا كان أولا جو فيليسيت الأخ ديالي وليد على هاد لو تيتر هذا وعلى هاد سكيل في الواك و إلي باغمي لي ميغز أونترينور أكتوالمون ماشي نقولكمش في المغرب في لافريك سي باغمي لي ميغز أونترينور أكتوالمون في هذا و سي با فاسيل سكيل في أون باسي واحد لا سومان في لا ليسونس برو وكنا كنهضروا وقال لي قلنا كاملين قال لك راه سي با فاسيل ديتر كوتش ديال الواك ولا ديال الرجاء راه سي اون بريسيون راه امبوس ما يمكنش دونك جو لو فيليسيت و بون كونتينيسيون خويا وليد و تو في تو في ان تري تري غران ترافاي في الواك و سي تيتر ميريتي و راه حظك خويا منير لا فان ان غران ترافاي اليوم عدبونا الصراحه لا فان غران ترافاي بور بو دو تان كيا Il a créé une super équipe où Saraha c'est. عدبونا حتى الدقيقه الاخيره قلناها حنا باش نديوها بالحق التخافاي دمونا راه كنعرفو تلاقيت معاه في قطر وخو وكنتعاونوا دابا اللي غتبدل دابا في كره المغرب
هي لي زونترينور ماروكان لا نوفيل جينيراسيون عندكم خوت غنتعاونوا باش نطلعوا الرايه ديال المغرب اللي اللي كيامنا. اسمحوا لنا لا طولنا معكم، ميرسي بوكو. حمدك بون غوت انت نشوفوا ان شاء الله. ميرسي بوكو. شامبيون سي شامبيون ميريتي.